الا انت ولا انت بغيتي تلتحق معايا في جروب اي بي، لي غير ميساج في تيليجرام، تواصل معايا غادي نعطيك كاع لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاج. ومرحبا بك. راكم شباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنت اول مره كتفرج فيا، ما تنساش تخلي لي لايك، سبسكرايب القناه، تعليق زوين باش تحفزني باش كني ديما نكمل. جايز عندي لكم مفاجاه، ديما كنوعدكم كنقول لكم ان شاء الله الفيديوهات الجايين غادي نحاول ندير لكم شي جيف اواي. فاليوم عندنا سيشن مع الشباب اللي في الجروب المغربي، صيفطوا لي دابا ميساجات. ما درا ما بقى والو، انت ولا انت امكانك تربح معايا. غنقول لك شحال، عرفتي علاش؟ لانه داكشي اللي غتربح هو شحال غادي نربح اليوم في الحصه هذه. يعني كمثال ربحت واحد 100 دولار ولا 1000 دولار ولا 1500 دولار، غادي نشد 10% ديالها ولا 20% ديال داكشي اللي ربحت، يعني البروفيت، وغادي ندير لكم جيف اواي. شوف مجموعه منكم دابا يقولوا كيفاش غنقدروا نشاركوا. ايزي، واحد غادي نهزلو من التعاليق اللي كاينين دابا هنايا في يوتيوب في هذا الفيديو، وواحد من التعاليق اللي عندي في انستغرام. الاخر بوست خلي كومونتير، الفيديو الجاي غادي نهزل جوج، واحد من هاد لي كومونتير ديال هذا الفيديو وواحد من لي كومونتير ديال اخر بوست في انستغرام. ليتس جو، وعدتكم وانايا كنوفي بالوعد ديالي. بما انه تقريبا مده ديال شهر ما نزلت لكم حتى شي فيديو في القناه، قلت شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد لا فيديو اللي زويونه، هو غادي ندير تريدين سيشن لايف قدامكم. داكشي اللي غادي ندخل وغادي نربح غادي تشوفوا نتوما، وغادي تشوفوا نتوما الناس شحال كيربحوا حتى هما. دونك غادي نحاول اليوم غادي نجيب تريدز ديالي كاملين بوزيتيف. اوف كورس الى المارشي تقلب علينا داكشي ما عندنا ما نديرو، ولكن انا متاكد لانه الاغلبيه ديال الوقت واغلبيه ديال الصفقات ديالي كاملين كيكونوا رابحين. خرجت لنا وحده ولا جوج فراك تلقى تقريبا 8 ولا 9 ولا 10 حتى 15 تريد كامله رابح. دونك فين تبان جوج بين 15. ثم نطولش عليكم، ليتس جو. كيف ما عارفين حنا كنديرو التداول في الباينري اوبشن، اوكي، منصه او البروكر ديال اولم تريد. السيشن عندنا تقريبا مع اونس اللي بقات لها تقريبا ما يقارب 6 ديال الدقائق. دونك ندخلوا الجروب دابا ديال تيليجرام، نقول لهم بي ريدي ان 5 مينيتس. سو كما كتشوفوا الشباب عندنا هذا هو الجروب ديالي، كان بي ريدي. سو جيت ريدي، نجيبو هنا هاد السيشن هادي. ما غادي نحاول ما غاديش نريكورديها كامله، اوكي، لا ولا جينا نريكورديو كلها راه تقدر تاخذ لنا واحد الساعه، يعني غير خصنا ستريم. اول حاجه كنديرو بعدا كنشوف المارشي اللي غنتريدي فيهم، كنخليهم فيفوريتس. ويا بحال دابا نحيدو، نخلي الاوفر 19 ترن، نخلي عاوتاني اوفر ايجي كلشي. يس، سو فيفوريت، عطينا الفيفوريت. دابا حاليا هاد خمسة ديال لي مارشي هما اللي عندنا البورسونتاج ديال البروفيت كبير، لان انا عندي اكسبيرت. نتابعو لهاد القضية ديال الشباب لانه الحساب ديالي اكسبيرت. فوالا، سو عندنا جي بي بي يو اس تي او تي سي، عندنا 85%، يوروب كومبوزيت اندكس، عندنا اليورو يو اس تي. نركزو ونحاولو ندخلو دخلة لي نجيبو بيها بروفيت. مغديش ندير، مكنديرش ديك القضية ولا ديك الخدمة ديال هاكو 20 تريد هاكو 30 تريد سيشن كلوزد الله يعاون. نو، كنحاول نخدم على البروفيت، يعني كنحسب ربحت الاولى، ربحت الثانية، الثالثة، الرابعة، خسرت الخامسة، ربحت السادسة، خسرت السابعة، كنبقى غادي هكا تنجيب الكمية ديال البروفيت كبيرة او البوزيتيف تريدز كتار، وكنكلوزي السيشن. سو نساين شي دخلات تكون زوينة، اوكي. كنخدم بالانديكاتور ديال الاليجيتر اللي ديجا شرحتو في القناة، او يتفرجوا في الفيديو راه ديجا حطيته هنايا. المارشي كيدير لنا واحد الرانج، هنا عندنا ترند داون، ولكن الى اين غادي نعبروه بالسيبورت ريزيستانس، وغادي ندير الكي ليفلز ديالي وانا معكم. غادي نخدمو في اليورو يو اس تي، غندير لهم اوبن. هلا نتوما كيف ما كتشوفوا عطيتهم سمية ديال المارشي اللي غنخدمو فيه، غندير ليهم 3 مينيت داون، غنوجدها، غنفصل هادي، غنجي لهنايا، غادي نساين الشمعة توصل لي لهنا، نحاول ان شاء الله تطلع وناخدوها
ناخدوها 10 دقائق ندخل ندخل $200 في الصف. اوكي هي يجينا نشوفو ستوريز كي، ولكن خاص غير الشمعة تحاول تطلع شي شوية، لان ما ناخدهاش انا هنا، غاديش نزرب ما غاديش نزرب، غادي ناخدها داون. سوري غادي نحيد الكاميرا من هنايا لان مضرقة ليا النص ديال الاكرون. فوالا سي بيان، نورمالمون دابا الشمعة سالات لينا هنايا. اوكي كاين واحد النسبة هنا درنا قاع جديد، هو هنايا ديجا ضربو هنا. نخطط شوية مينيت من هنايا. اوكي مخديت 10 دقايق من هنايا داون، غنتظرو شنو غادي يعطينا المارشي، لان على حساب لي زاناليز لي درت غيبقى غادي عندنا واحد تريند داون ماكس 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 واحد 5 دقايق، فهمتي ماكسيموم واحد 5 دقايق، وغادي يضرب البورت وغادي يطلع بقى غادي مزيان. ولكن الماركت ما كديرش واحد الموف لي كبيره، فهمتي كما كنشوفوا انه المارشي مستابيليزي تمايا، ما كيديرش شي موف لي زعما. بغيت نعطيهم صفقه دابا ديال دقيقه داون، ولكن خفت يدير واحد البول باك، لانه كيف ما كنشوفوا انه ديجا دار قاع جديد، دوكو ما بغيناش نضرب غندير ليهم ريسك 1 مينت داون، غادي نقص وغندير 1 مينت وغادي ندير طن وغادي ندير هكا. فوالا هانتوما ريسك 1 مينت، هادي ريسك انا مريسكي فيها $100، واش يدخل ليها دخلها واش يدخل ليها ما دخلش ريسك. انا بالنسبه لي الا ما ريسكيتش ما ربحتش. اوكي ديال دقيقه ربحناها، ديال 10 دقائق جاي ربحنا يس جوج ومات موجي بوزيتيف هو ايموجي. ديما كندير واحد القضيه شباب، ملي كنسالي شاك تريد كندير ليه هكا، كنعطيهم سكرين باش كنحط اللوغو لهنا ودير ليهم ديال دقيقه هي هادي. فوالا شوف قبيله قلت لكم الدراري ماكسيموم 5 دقائق يوصل هنايا، دونك هاي 5 دقائق الشمعه سالتنا ديال 5 دقائق هي هادي، وهاي غادي يدير لنا واحد الكوبا قلتها لك برادر. اوكي مفهومه الشباب ياك حتى لدابايا ال جود الحمد لله، جبنا بروفيت ها هي جوج $85 في $170 اللي هي ما يقارب واحد 250. واش غادي ندخلو هنا؟ لا ما ندخلوش، ما غاديش ندخل هنا، لان الا دخلت في هاد اللحظه هادي كاين واحد الريسك لي كبير، وديجا كنظن كاين واحد ليكويديتي فهمتي، دونك ما غاديش ندخل ونحاول نبدل المارشي نشوف. اوكي هذا مزيان، عندنا واحد تريند داون، غادي نحط الكي ليفلز ديالي سبورت ريزيستانس ديالي. الكي ليفلز ديجا ديما كيكونوا عندي واجدين، ها كنجي وكنحط هنايا عندنا يوروب كومبوزيت اندكس، غادي نجيو هنا وغندير لهم هكا وندير لهم اوبن. نسينو الشمعة غتطلع واحد شوية، وغناخدها 2 مينيت داون. اوكي بغيت تقيس لي هاد الليفل هذا. اوكي تقيس لي هاد الكي ليفل اللي دايرين هنايا، غادي ندخل الصفقة. ما غاديش فوالا ها هو الماتش غادي كينزل. واو
يلا يلا يس. كاينين تريدز اللي احنا واخدينهم دوبل. اوكي سو باش نحسبوا شحال من تريد لحت نورمالمون قبيله، دونك عندنا الاولى جوج جوج ثلاثه اربعه ياك اربعه، هاي ديال الدقيقه الاولانيه ديال ثلاثه دقائق الاولانيه، دقيقه موراها ديال هاي ثلاثه دقائق هي هذه، ديال دقيقه هي هذه، دقيقه موراها اللي هي هذه داون ها هي، موراها دقيقه لي اب ها هي، موراها لي دقيقه خديتهم تريبل هاي. اوكي اوكي وهذه ديال داون راه هي هذه سي بون سي دونك دابايا حتى دابايا عندنا اول بوزيتيفز. اوكي نحاليهم نقوليهم زيدو رايت يس تو مين داون. هو نورمال مو الشباب دابا انتم واش كتتفقوا معايا ولا ما كتتفقوش معايا؟ انتم اللي كتفرجوا واش الواحد اللهم يخدم هكا او اللي يجي ويقول لكم شوف انا كندير لكم 30 تريد بير داي، اللي بغى يجي مرحبا به بابا. شنو 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 القيمه ديال 30 تريد الا كانوا كاملين غادي نجيبهم خاسرين ولا النص ولا اكثر؟ ما كتشوفوا قدام عينيكم، قدام عينيكم كتشوفوا الارباح ما نحتاجش. يا كاين مجموعه ديال الجروبات كيخدموا على هذيك القضيه ديال كيقول لك نعطيك 60 تريد. انا صعيب علي 60 تريد الشباب الله يهديكم، تبليكم دابا 60 تريد ونجمع ونطوي. انا كانت انا كناخذ صفقات، انت انا كناخذ تريد، يعني انا انا راه كندخل 200 دولار في الصفقه، شاش 200 دولار راه هي 2000 درهم عشير او كندخل عليها. علاش؟ لان اي نو ماي استراتيجي وعارف كيفاش كنخدم وعارف عارف شوف عارف كيفاش كنخدم من الاخر. راه ماشي يلاه بديت، راه اكسبيرينس ديال اكثر من 3 سنين مع 10 سنين دابا. اوكي هاي بوزيتيف، يعني راه ماشي قديم دوك السنوات ولكن راه جود. اوكي سو ندير لكم بوزيتيف جاي as always book اصافي داش يا باقي نمشي نكليكي او ثاني نورمالمون دابا خمسة ديال التريد صاخي كتفرج فيا ولا اختي خمسة ديال التريد الا دخلتي كل تريد بحالي بحال هكا ياك حنا غادي نديرو 175 مضروبة بشحال واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مضروبة ثمانية بلا ما نحسبو داكشي اللي بقى زائد نقولو زائد 100 دولار هي 1500 هاي هي شحال هي 15000 درهم ماشي سوري عرفتش علاش ولكن مجموعة ديال الناس كيبغيو يضيعوا لي الوجه ديالي الصورة ديالي في العالم ديال تريدين او لا في الجروب لانه ديجا راكم عارفين هاد الدومين كيفاش مسخين وبعض الناس اللي يمكنش تو ماتش والله تو ماتش يعني كيقول لك شي اثمنه اللي ما يمكنش كيفاش دير 10 مليون في سيمانه كيفاش دير 30 مليون في سيمانه ولكن او موا باش نتريدي قدامكم بحال هكا وتشوفوا قدامكم اتس جود جود استراتيجيه ديالي ساهله خدام بها انا كيف ما حنا كنعرفوا انا كنتريديو في الاوبشنز. اوكي
صح الشباب كاينين مجموعه ديال الاستراتيجي في يوتيوب، بزاف ديال لي زانديكاتور اللي يقدروا يعاونوك نوعا ما، ولكن فوالا هادشي اللي كتشوف قدامك هو هادشي اللي كاين في الجروب ديالي. واو ايزي بيزي، ما كاينش حاجه اللي كتخبى نتوما. هاي هادي السيشن بدينا دابا، هاي اللي دازت شتو هانتوما، هاي شوف شي قدامكم يعني كنصور، يعني ماشي شي حاجه اللي 17 تفايد رابحين هانتوما. هادشي امتى؟ نهار 22 ماي. كمان جايز، ما يجي شي واحد يبغي يبقى يقول لكم ماد ما ماد ماد هو هذا، هو كتشوفوا قدامكم ابا ماد اللي يبقى يقول لك غير لسان انت ما شتي ما قال لك تيق لا بغيتي تيق، وكيما تشوف هنايا تيق داكشي اللي كتشوف اتسيت، ماشي انت داخل ب 10 دولار مشات لك 10 دولار تحت الدنيا سميني انا خايب. كمان شنو كاين؟ يس سيس كان ظن اخوان باراك 1 2 3 4 5 بغيت تكون 5 ديال التريدز، كنظن باراك باش بلا فهمتي الدراري تبارك الله دابا اللي دخلوا بعدا القليله يكونوا بدا دخلوا واحد 300 دولار 400 دولار ديال هادي قليله دونك 4000 درهم فهاد الحصه ديال دخلوا، كنظن باراك. صوت لهنا يا اخوان نزلت ليهم باللي احنا ربحنا كلشي وسالينا السيشن ديالنا. شنو قلت لكم غادي نجيبو كاع تريد بوزيتيف وهادشي اللي طرا الحمد لله. دونك ماد ملي كيقول شي حاجه كيوفي بها، وكيف ما قلت لكم جيف اوي ما غاديش ننساوه. انت ولا انت اللي بغيتي تشارك معنا عارف شنو غادي دير. شنو هي اخر حاجه غادي نقول لكم باش تلتحق معايا؟ اللينك في الديسكريبشن، كام اند ويلكم، ليتس جو.